القوالب ديال المخزن ما عندنا ما نديرو بهم، وانا معاك حتى باش معايا دم. واش تكلم على المعادن اللي كتسرق الدهو بليونز اوف دولارز اللي كتسرق سنويا؟ او دابا وليدي كتاخذ هذا الموقف وقبيله صاحبك كيقول لك راه لا حنا خوت. باش حنا خوت؟ خوت واحد كياكل واحد جيعان، وخوت واحد كيحشي في الاخر القرعه. واش كاينه شي اخوه اللي تحشي لخوك في القرعه؟ كاينه شي بلاد اللي بنادم مالها كلهم هربانين؟ راك انت اللي مريض، انت اللي باغي تسكت الناس اللي كتكلم بهذا الحوار الزبي. سير حوي امك، هذه راه ماشي مواطنه الزامل. واجي انا تقول عليا طبون امك وتقول لي راك شلح اود القحبه، وكتشوف الامازيغ كيموتوا بالجوع الزامل، وروح تحوى اود القحبه. المخزني يقول الشاف ديالك اللي كيتصنط دابا يدو في زب عزوز يا القحاب. أسير تقود، قال لك أضرب طاسة هذي بقى طاسة. واش دابا كتضحك على كرك؟ واش دين أمك شعب كيموت بجوع ولا القحبة تقول أنا كنضرب طاسة زعما كسف دير طاسة؟ علاش نطبون أمك ما تدوش هادو كيموتوا بجوع الزامل؟ علاش نطبون أمك ما تدوش هادو كيتشدوا في الحبس على والو كيتخطفوا من ديورهم؟ وأسير تحوى يا المخزني وقول الشاف ديالك أجي يشد لي الزبي يا القحاب يا الدوعشة يا الزوامل. إن عادي نربك ونرب المغرب العربي مذافاكرز. وعلاش كتحوى عليا؟ علاش كضرب لي التليفون باش نعسني بالفاك اللوبيوم ديال الهضره ديال المخزن والهضره ديال الامام ديال المساجد؟ حنا ماشي خوت الزامل. ترحش القرعه في امك واسيرو تحواو بخازنيه يا الزوامل. جازي في هذاك البير في شي مقاطعه تما كتمصوا تراميكم وكذاك الخرا يا قحاب العالم. ارو صافي الكونفرساسيون. اش بغيت تقول القواد؟ القواد والقواد المخزن، روح تحوى ربك يا الفاكر الارهابي الدعشي، يديكم في زبين عادي نربكم. ماذا شد القحاب هذو كيعيطوا باش يلعبوا القوالب؟ اليوم حاصلين كني معاك افريدير افريدير عارف شنو تشددين امهم الخلعه. قال لك علاش بغيت تقسمنا؟ وانتم اللي قسمتونا يا ولاد القحاب، باش قسمتونا وكتمنعوا عنا باش نتكلموا لغتنا. ماذا فاكرز الفاكر العربيه، ماذا فاكرز يا دواعش يا تيروريست.